شارك وزير الخارجية سمح شكري في اجتماعات مجلس وزراء الخارجيات العرب في مدينة جدة السعودية. ناقش الاجتماع جدول أعمال القمة العربية 32 ومشروعات القرارات التي سترفع لها، والتي تتضمن عددا من القضايا السياسية الهامة، في مقدمتها الأزمة في السودان وتطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية. كما ناقش الوزراء ملفين، أحدهما اقتصادي يتصدره موضوع وتطوير السياحة العربية، وآخر اجتماعي يتصدره موضوع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.